طيب تعالوا نروح نشوف أهم الأخبار العالمية والمحلية وأخبار محترفينا في الفريق. الوطن سبورت، أشرف صبحي: مشروع الألف محترف سيأتي بثماره في أقرب وقت. بوابة الأهرام، محمد كامل: سنوفر 1000 فرصة عمل بعد التعاون مع وزارة الرياضة. الشروق، استادات تحصل على حقوق 15 ملعب في مصر. اليوم السابع، لجنة المسابقات تعلن مواعيد المؤجلات والجولتين 17 و18 بالدوري الممتاز. اليوم السابع، أحمد المحمدي: لاعبو المنتخب لديهم العزم على حصد نقاط لقاء تونس. الوفد، 500 مشجع يؤازرون تونس أمام منتخب مصر. فيتو، المنتخب الوطني يختتم اليوم استعداداته لمواجهة تونس. البوابة نيوز، الجري يلقي محاضرة بالفيديو على لاعبي المنتخب. سوبر كورة، الجري والكنزاري يحضران مباراة مصر ومصر الأولمبي وتونس. أس، ديمبلي يقترب من مزاملة محمد صلاح في ليفربول مقابل 100 مليون يورو. سبورت 360، أجويرو يكشف عن رأي جوارديولا في لون شعره.